تأتي ثقافة أقوام وفئام يحاولون أن يجعلوا من الإسلام مطية لمآربهم أياً كان نوع تلك المآرب، وهذا الأمر الأكمل ألا نفصل فيه، لكن لا يجعلن منك أحد طريقاً إلى أن يصل إلى مقصوده باسم الإسلام. وإنما هلكت الأمة على يد الخوارج الأولين بسبب أن الأمة كانت يعلم هؤلاء عاطفتها الدينية، فأتوا إليها من باب العاطفة الدينية ليشقوا عصا الطاعة ويخرجوا على ولاة أمورهم ويرفعوا السيف على المسلمين، كل ذلك باسم العاطفة الدينية التي أججوها. وإلا لا يعقل أن قوماً ليس بينهم وبين موت نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 35 عاماً أو 25 عاماً على وفاته، ثم يأتي أقوام باسم الدين من مصر والعراق وبعض ديار المسلمين فيطوق بيت أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو مسلم مؤمن صحابي جاوز 80 أمير المؤمنين في الشهر الحرام في البلد الحرام، فيقتل عثمان بزعمهم نصراً للدين. فتلك الأفواج التي قدمت المدينة وطافت حول بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه وطوقته ومنعت رجلاً صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعوه حتى الماء، كان يوصل الماء إلى بيت عثمان خفية، كل ذلك يزعمون أننا صنعنا ما صنعنا رفعة للدين وإقامة للحق ورفعا للواء الجهاد وغير ذلك مما قاله في وقته، حتى دخلوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فقتلوه. فكم من أقوام ولكل قوم وارث يجعلون من عاطفة المسلمين الدينية طريقا إلى مقاصدهم، وهم إنما يريدون إما مالا وافرا أو كرسيا حاكما أو ما أشبه ذلك من المقاصد التي بعضها يعلن وبعضها يخفى، نسأل الله السلامة من ذلك كله.